بقى. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ مرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين؟ بس انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس؟ انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة، واللي تقولك لا تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقولي عليها لا تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكي لك على حكاية زمان. احكي. احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ 14 سنة. اه يا قادر. المهم بقى، الناس دي كان عندهم عيل صغير، بس كان ساعتها اكبر مني بسنة او اتنين، بس واد فرفور من بتوع بابي ومامي، بس لاجل الورد يتسئل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكرة شريرة. خدت حبيتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا، وانا قمت حاطط له الحبيتين في الحاجه السارة، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. والباقي بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليكي. يعني مفيش مرة كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحدة تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربة طول ما هو رجليه طرشة بيجيب جوان، انما ممكن مرة يعني رجليه تجلي، بس بيفضل برضه راس حربة. في الحالة دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مرة قديمة؟ يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة. Thank you.
وأعيدك التوام، وأعيدك. ما تخافيش يا بنتي يا بودة، كلنا مع ميرفا. وبعدين أيمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعرة من راسها. انت ما تعرفيش لما الخمرة بتسوق. ازاي بس يا بنتي؟ ده هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انت تعرفي مين ابوه؟ وانا ورايا حاجة غير ابوه؟ بقالي شهور ما ورايش أي حاجة غير المدعو ابوه. بصي انت بتقولي عليه زي ما تكوني بتتكلمي عن حد تاني يا رباه. اشمعنى يا بودة؟ الناس دي يا بنتي ما بيجيش من وراها غير الأذى. أهو اللي بتقولي عليه ما بيجيش من وراها غير البلاوي والأذى ده هو اللي جاب لي حق من ابنه قدامه تالت ومتله. الله، يعني انت شايفاه راجل حقاني بعد اللي عمله في رباب يا بودة؟ في ايه يا اختي؟ لا طبعا. عبد الفتاح الكم يا حبيبتي عامل معاك كده عشان ما تعرضيهاش. قال يلم الموضوع بدل ما تسيحي لابنه وتدخليه في الحيطه زي ما انا عملت. بقول لك ايه؟ ده رضاك بكلمتين يا حبيبتي عشان يلم الليله. الناس دي جلدها تخين وما بتحسش، ممكن يسفوا التراب عشان يقدروا مفنجلين عينيهم في ادخن تخين وما يتلطوش. عرفتي يا حبيبتي؟ تفتكري؟ مش احنا قاعدين مستنيينه؟ اه هتشوفي بعينيكي. يا ميرفت مبروك يا رباب. اتكلم، سجل له كل اللي قاله وبالقانون. عايزه اطمن عليها. ما ينفعش كده، ارجعي مطرحك. جرى ايه يا عم؟ عايزه اطمن عليها يا حكومه يا ايمن بيه. ايه الهلوله اللي انت عاملاها دي؟ جايه في الاسم مش في بيتكم. يا باشا مش عايزنا اطمن عليها. اسكتي يا اسلام. ام ايمن بيه، خد المتهمين دول على المكتب وانا جاي وراها. هاتوا بقى. تعالي يا باشا. اروح معاهم. اقعدي هنا ريحي شويه. سامية نعم. سامية تمسك نفسها شوية وانت كمان تمسكي نفسك. حاضر. كل اللي انت عايزاه حصل. اهدي بقى عشان نكمل صح. حاضر يا باشا.